ملكة ستلكان سلاف الزلانين تحفظ من القرآن هنمد أبضان حفظ القرآن سكرت لنوان ولي زوارن القسم ورك يقرأ القرآن ورسي تتبار القسم يضنين أرت يقرأ ولكن ورسي تتبار ورسي تسمع نانس وسكرت تجند أهل السنة أدعك اسم الجربين كنو لكني كريتس كانتين السلف الزلانين تنحو ربي تبارك وتعالى أتحفظ مروة الآيات وكان رسم قول غل معنى سنت غل سنت تبارن كي قتس أرس أرسكارن صغير اللي حفظن دغير اللي السن أرسكارن أرسستعمال وكان غكاد يقن طريق السلف ونيقن غيك ونيس كان غيكاد أترجور التلحفظ ولا جور التدبر العمل إذا منك ليس كان ابن أدم كي قتس رايح حفظ ابن أدم مروة الآيات أريفتو سكر الكتاب من التفسير إغرقيس المعنى الآية لكني وهو رأي توي الوقت وهو ردك توي الوقت رأتس مقرد كرا التفسير إيقان المختصر زون التفسير الناصر السعدي التنحو ربي تبارك وتعالى أتي ورقي كيوي حتى سمو ستي دقائق أرقي كيوي أرقي كتاب كتاوي مروت الآية غاتن تغرط التفسير السعدي توي المعنى سنت أرسلت سكارتي وكان عشرة الآيات هذه أكسد نستفع ربي تبارك وتعالى ورد كتغول لي غير ربي تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكان هجر القرآن في جميع أنواع الهجر ولي تقرنين الهجر تغري الهجر التدبر الهجر العمل الهجر التداوي كان هنا مدن إذن مدن بضان فكرة الأنواع وليت قرانين ورات تبرن وليت كورة قرانين دو اللي كانين غارس السلف أدعك سنير ربي تبارك وتعالى